شوف يا جدع والله رغم برضو ان انا تعبان عملت لك الحلقه. شوف بحبك ازاي، لايك وسبسكرايب وشير بقى كده. ايه ويلا بينا. احداث المسلسل بتحصل لما الافنجرز رجعوا بالزمن في احداث اند جيم، وبسبب غلطه كده بياخد لوكي اللي في سنه 2012 التسراكت وبيهرب بيه للصحراء، وافتكروا بقى لوكي بتاع الفتره دي اللي كان لسه شرير، ها مش لوكي بعد كده لما بقى طيب او مات في الاخر الله يرحمه. وبنشوف ان هو نقل نفسه لمنغوليا، فبيشوف بعض السكان كده وبيبدا بقى يقدم نفسه اللي هو انا لوكي من اسجارد بقى وبتاع واركعوا يا ولد الوحش. ولكن هنا فجأة بيخرج ناس لابسين لبس شرطة كده، فاهم، قوات خاصة داخلة لهم، فبيخرجوا من بوابات عايمة كده في الهواء وبيقولوا ان هم شرطة الزمن وعايزين يقبضوا على لوكي لان هو خرق قوانين الزمن وخط سير الاحداث. ايه ده يا جدعان، حد فاهم حاجة ولا انا لحد الان؟ فبتقوم القائدة بتاعتهم كده مستخدمة جهاز غريب بانها تبطئ حركته لوحده وتقبض عليه، وبتاخد لوكي والتسركت معاه في السكة، وبيروحوا المقر بتاع شرطة الزمن ده، وبيحاول لوكي ان هو يهرب، ولكن الشرطية دي بسبب الجهاز اللي على رقبته اللي ربطته له ده بتقوم جاي مرجعاه لمكانه تاني، وبسبب ان هو في المكان بتاع شرطه الزمن ده ما بيقدرش يستخدم قوته. والمهم بتدي تسركت الامانات وبيلبسوا لوكي لبس المساجين، وبيشوف على التلفزيون اللي كان هناك عرض كرتوني كده لساعه بتتكلم وبتحكي للمجرمين قصه المكان ده، بتقول كان يا مكان كان في زمان بهدله في الخطوط الزمنيه بسبب الناس اللي بتسافر بالزمن، وده كان بيسبب دمار في كل حته لحد لما جه 3 اشخاص اسمهم حراس الزمن او التايم كيبرز، واللي بيحموا خط الزمن من الناس اللي بيطلعوا من الخط بتاعهم وبيروحوا خط تاني. فعلشان كده حراس الزمن دول عملوا التي في اي واللي هي عباره عن شرطه الزمن او بوليس الزمن، واللي يقبضوا على اي حد بيخرج عن مساره الصحيح. وبيكون لوكي شايف الكلام ده كله عبط كده اللي هو ايه ده يا ماما، وبيشوف شخص بيتعصب على الشرطي لان هو مسجون وكده وبيكون معاه تذكره، فبيقوم الشرطي مدمر المجرم، فاهم انت، مفيش كلام على طول بيمحيه. فلوكي كده فاهم بيهور كده بيقوم جاي انا معايا تذكره والله انا معايا يا جدعان، وكان هيعيط تقريبا. وبعد كده بنروح لسنه 1549 في فرنسيا، فرنسي في فرنسا، وبنتعرف على موبيس واللي بيكون شورتي برضو في التي في اي اللي احنا قلنا التي في اي دي هي شرطه الزمن، فبعد كده هنقول التي في على طول. وفي تحقيق هناك لان اتقتل كتير قوي من الشرطه بتاعتهم هناك، في حد قتلهم انما هو مين الله اعلم. وبيجي واحد لموبيس مخصوص وبيقول له ان هم قبضوا على لوكي، وبيكون لوكي بيدافع عن نفسه قدام المحكمه وبيتهم الافنجرز ان هم اللي يستاهلوا السجن عشان هم اللي رجعوا بالزمن ل 2012 عشان ياخدوا التسراكت والحبشتكان دي كلها، ولكن القضيه بتقول له الافنجرز عملوا كده وده كان المفروض يحصل اصلا، فهم كده ما خرقوش الزمن ولا حاجه. ولكن هروب لوكي ما كانش ان هو المفروض يحصل اصلا، وبيحاول لوكي يستخدم القوه بتاعته لكنها مش بتشتغل برضه، وبتحكم عليه قضيه باعاده الخط الزمني الاصلي، وبيكون لوكي مش فاهم ايه العقوبه دي يعني ومعناها ايه. ولكن موبيوس بيوصل بيتكلم مع القاضيه وبيقول لها ان هو محتاج يحقق مع لوكي عشان شايف ان هو هيساعدهم في حل قضيه مجموعه الناس اللي ماتت. وفي اثناء ما هم في الاسم بنشوف ان ده مش مجرد اسم، ده كوكب كامل. وبياخد موبيوس لوكي لاوضه التحقيق وبيبدا يحقق مع لوكي وبيساله انت ليه بتسبب خراب بقى يا روح امك في كل حته بتروحها، وايه هدف امك من كل ده وهكذا يعني. بيقول لوكي ان هو عايز يكون ملك ويحكم الارض، وبيبدا يرد عليه لقطات من حياته وبيوري له اللي كان المفروض يحصل لو ما خدش التسراكت والخط الزمني ماشي بشكل طبيعي، وبيوري له امه وهي بتموت. فبيتعصب لوكي ولكن بتقطعهم الشرطيه واللي اسمها بي 15 او بي 50، وبتقول لموبيس انها محتاجاه، فبيسيب لوكي وبيطلع. وبيكون مش عاجبها ان موبيس ما نفذش القرار بتاع المحكمه ده، غير انها بتقول ان في مجموعه ثانيه اتقتلت. بيرجع موبيس لوكي ولكن بيكون لوكي مش موجود لان هو طلع من المكان ووصل الامانات ولقى هناك التسراكت، ولكنه لقى في درج ولقى في الدرج ده في احجار زمنيه كتير جدا، فبيقول لوكي ايه ده يا جدعان الله هي ايه جاب الاحجار الزمنيه دي هنا. والحارس بيقول له ان هم بالنسبه لهم ما لهمش اي لازمه، ده حتى بيسندوا بيهم الورق، يعني احنا طالعين امنا كل الافلام دي على الاحجار الزمنيه وقوه الاحجار الزمنيه ومش عارف ايه، ونيجي نشوفهم في التي في ايه بيسندوا بيهم الورق؟ جرى يا حاج زانوس انت مالكش كلام في الموضوع ده ولا ايه؟ المهم يعني بيكون وصل الشرطه، ولكن بينتقل لوكي بالجهاز اللي سرقه، هو سرق اساسا الجهاز من موبيس، ويكون بينتقل ليه المكان تاني وبيلاقي نفسه في غرفه التحقيق، فبيشغل مستقبله اللي كان المفروض يحصل وبيشوف حاجات كتير جدا زي موت ابوه وان هو هيتحالف مع ثور، وبيشوف موت امه، وبيشوف ان هو مات لما حاول يهزم دانوس عشان ينقذ اخوه، وان هو ضحى بنفسه ومات بشكل طولي جدا عكس الخنزره يعني اللي هو بيعملها دي. وبتكون وصلت الشرطيه ب 50، ولكن لوكي بياخد المفتاح وبيفك الطوق اللي على رقبته وبيحط الطوق على رقبه الشرطيه ويبدا بقى يوديها ويجيبها، فاهم، يلا رايح رايح
جاي رايح. هو بيقعد مكانه لحد لما عمك موبيس بيجيله، لان التسركت بيكون مش شغال في التي في اصلا. هو بيحكي ان هو مش بيستمتع باذاء الناس، انما هو بيعمل كل ده عشان هو مضطر، يعني في هدف اسمى اللي هو بيعمله ده. طبعا يا رحمك امها. وبيسال موبيس انت ليه عايزني اساعدك، فموبيس بيرد بان الشخص اللي بيطردوه ده يبقى هو انت. هو انا ازاي يا عم، انا قاعد قدامك اهو. وبنشوف حاجه من اللي عملها المجرم اللي بيطردوه لما حرق مجموعه كامله من الشرطه. وبنروح لمكان في سنه 1985 لما فرقه بقياده الشرطيه سي 20. بصوا اما كل الشرطه هناك ليهم اسامي عجيبه كده، هم سي 50 بي 50 سي 20 اف 50 كده. وبيروحوا يحققوا في القضيه بتاعه المجرم اللي بيقتلهم فرقه ورا الثانيه، ولكن بيطلع المجرم عمل لهم فخ وبيقتلهم وبيخطف القياده بتاعتهم اللي هي سي 20. وهنا بيوصل انذار لشرطه الوقت وبيقرر موبيوس ياخد لوكي معاه عشان يحققوا في القضيه دي. وموبيوس بيحكي لوكي ان بره في العالم في نسخ كتير جدا من لوكي باشكال مختلفه وقوى مختلفه، ولكن بيعتبر كلهم متشابهين نوعا ما، والمجرم اللي نازل فيهم قتل ده يبقى نسخه من نسخ لوكي. وبالفعل بيروحوا وبيبداوا يحققوا لكنهم مش بيلاقوا اي حاجه تقربهم من المجرم. فموبيوس بياخد لوكي وبيرجعوا لمكتبه التي في اي تاني، وبيخليه يقرا كل الملفات اللي عن نسخ لوكي عشان ممكن ده يساعدهم ولا حاجه. وبعد ما عمك لوكي بيقرا بيستنتج حاجه وبيروح يقولها لعمك موبيوس. هو بيقول له ان هو شايف ان نسخته اللي بيدوروا عليها دي موجوده في احدى نهايات العالم، بمعنى انها بتروح لاحدى نهايات العالم في اي زمن وتعمل اللي هي عايزاه ومش هيخالف قواعد التي في اي. بص يا سيدي هشرح لك حاجه بسيطه جدا. التي في اي بيعرفوا منين ان اي حد خالف القواعد ده؟ عن طريق ان هو المفروض الزمن ماشي في خط واحد، اي حد بيخالف القواعد فهو بيخالف الخط الزمني ده، فبيطلع خط زمني تاني منه، فاهم انت، بيتفرع. فهم بيعرفوا اللي بيحصل عن طريق ان هو بيظهر لهم الخط المتفرع ده فبيروحوا له ويقفشوه. انما اللي بيعمل الاحداث دي كلها ما بيظهرش منه اي خطوط متفرعه، عن طريق ان هو بيعمل الاحداث دي في نهايه الزمن او في نهايه حوادث كارثه، فمهما حصل هو مش هيغير اصلا في الزمن، لان كده كده الزمن هينتهي او في حاجه هتبوظ فده مش هياثر كده كده، فعشان كده مش بيحصل تفرع. وكده كده هو قبل ما نهايه الزمن بتحصل في المكان ده بيروح لنهايه زمن تانية او لحادثه كبيره تانية. وفعلا بيروح لسنه 79 قبل الميلاد، والمفروض ان هو يحصل بركان يفجر المكان ده بعد شويه، فبالتالي اي حاجه هيعملها مش هتاثر في الزمن. ليه؟ لان المكان كده كده هيبوظ. وبيكون موبيوس مش عايز لوكي يعمل اي حاجه عشان ده ما ياثرش على خط الزمن يسير التاريخ وكده، ولكن لوكي بيروح بيقعد يتكلم وبيبوظ الدنيا لحد لما البركان بينفجر ومش بتوصل اي اشارات لموبيوس بان هو اتعمل اي خط زمن جديد او حصل اي حاجه غير قانونيه في المكان ده. وهنا بيتاكد موبيوس من النظريه بتاعت لوكي ان هو طول ما انت في نهايه العالم او في نهايه الزمن او في يعني في حاجه تحصل حاجه تبوظ المكان اللي انت بتعمل فيه الحبشتكنات دي كلها فده مش هياثر على الزمن. وبدات الشرطه تدور بقى في بعض الاماكن اللي ممكن يكون المجرم فيها او لوكي ده النسخه بتاعته موجوده فيها. وفعلا بيروحوا المكان وبيكون في بلد بيحصل فيها اعصار وتسونامي وترابيزات بينجو وبلياردو، المفروض ان هم اساسا البلد دي هتدمر دلوقتي. والمفروض هنا ان هم يتقسموا لفرقتين، ولكن بتصر الشرطيه بي 50 انها تكون مع لوكي. وبيشوفوا واحد كده فبيشكوا ان هو ممكن يكون لوكي، ولكنه بيطلع فعلا هو لوكي، بس مجرد ما بيلمس الشرطيه بينتقل زي التحكم اللي كان على الشخص ده للشرطيه. فمعنى كان مش ده لوكي، لا ده حد لوكي متحكم فيه، معنى كده ان النسخه دي من لوكي عندها القدره انها تتحكم في الناس. وبيقول لوكي ان هو مش بيحب شرطه الوقت اساسا ومش عايز مساعدته ولا حاجه، هو بس كل اللي عايزه ان هو يوقع حراس الزمن. ولكن نسخه لوكي بتطلع من الجسم ده الجسم تاني كده، فاهم، شخص قوي كده، وبيقوم جاي ضربه لوكي. وبيكون عمك موبيس لقى الشرطيه سي 20 اللي اتخطفت من شويه، وبتكون مرعوبه جدا، فاهم انت، البت مش تمام كده. وفي نفس الوقت بيلاقوا بي 50 وبيروحوا وبيلاقوا لوكي بيتضرب. وبتكون نسخه لوكي عامله قنابل زمنيه من الحاجات اخدتها من مجموعات اللي قتلتها. تقول لي يا اسطى قنابل الزمنيه دي؟ اقول لك يا اسطى القنابل الزمنيه دي هي قنبله بتبقى موجوده في المكان بيستخدموها لما بيلاقوا فيه تفرع زمني ولا حاجه، يجي حاطين القنبله دي بتقوم جايه مسحه التفرع ده. وبعد كده اخيرا بنشوف وش نسخه لوكي واللي بتكون بنت واسمها سيلفي. تا 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 تا. انت مالك حلويت كده ليه يا لوكي؟ لا 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 لا. المهم يعني بتفجر القنابل وبتفتح سيلفي بوابه لمكان وزمن تاني، وبيروح وعمك لوكي وراها. المهم البوابه دي بتوديهم لاسم التي في اي، وهنا قوه سيلفي مش بتشتغل لانها في الاسم، زي ما انا قلت لك اللي في الاسم ده اي قوه مش بتشتغل اصلا. انت عندك الاحجار اللي انا هي ما اشتغلتش هتيجي على لوكي وسيلفي. وبيكون
عمك لوكي وصل وراها وبيحصل ما بينهم مواجهه وبيضربوا بعض، ولكن بتوصل القاضيه وقبل ما تضربهم هما الاثنين بيفتحوا بوابه وبيقعوا فيها هما الاثنين وبيكملوا ضرب في بعض برضه. وقبل لما سيلفي تفتح بوابه تانية وتهرب لقت الجهاز فصل شحن، وفجاه بيوقعوا نيسك صغنون كده ما بينهم، ولكنهم بيكونوا وصلوا على كوكب او قمر كده. طبعا انا مش هقول اسمه هو هيتكتب لكم دلوقتي، انا فاضي اقول لكم اسامي. ولت تحصل فيه نهايه العالم في سنه 2077 لان هم على وشك ان هو يخبط في كوكب كبير، ومش بيقدروا يروحوا اي مكان او زمن تالي، ان زي ما انت احنا شفنا كده الجهاز فصل شحن. والجهاز واللي بالمناسبه يعني اسمه التيمبات، ده الجهاز هما بيستخدموه في السفر عبر الزمن اسمه التيمبات، بيحتاج طاقه عملاقه جدا عشان تشحنه. وبيطلعوا بيلاقوا قريه مدمره وبيلاقوا بيت لوحده كده، وبيعرفوا منها ان في قطر كبير بيعمل اخلاء للناس اللي على الكوكب. فبيشوف لوكي وسيلفي ان دي ممكن تكون قوه كافيه لشحن التيمبات، ان هم ياخدوا طاقه عن طريق الصاروخ بقى اللي هيطلع الناس من الكوكب. يعني هو القطر ده هيوصلهم للصاروخ، فهم ياخدوا الطاقه من الصاروخ، كده كده محدش هينجا اصلا، فهم ياخدوا الطاقه من الصاروخ عشان يشحنوا التيمبات. المهم يعني فبيروحوا، لوكي بيتنكر على شكل حارس فبيقدروا ان هم يدخلوا القطر من غير تذكره، وعلى اساس ان سيلفي دي فاهم سجينه وكده وان السلطات العليا بعتته بيها، وبيقعدوا جوه ويرتاحوا ويتكلموا ويبدا القطر ان هو يتحرك. وبيروح لوكي يرقص ويغني مع الناس لحد لما بيسكر، ولكن واحد من القطر بيلاحظ ان عبيد ده مستحيل يكون يعني فاهم انت ايه السلطات العليا بعتاه وكده. فبيجي الامن وبتحصل ما بينهم مواجهه كده لما بيعرفوا ان هم بيكذبوا، وبيرموا لوكي من القطر، وعشان التيمباد مع لوكي فسيلفي بترمي نفسها وراه وبتروح وبتقول له هات التيمباد، ولكنه بيطلعه لها التيمباد وبيكون اتكسر بسبب ان هو اترمى من القطر بيه. الله عليك يا ابن الوسط. المهم يعني تتعصب عليه وبعدين بتروح تقعد بعيد لوحدها كده، لو انا حزينه دلوقتي سيبني في حالي، عشان هي بقى بتيأس وعرفت انها هتموت بعد شويه على ام الكوكب ابن الوحشه ده. فبيقعد جنبها لوكي وبيقول لها ان هم ممكن يلحقوا الصاروخ اللي طلع الفضاء لو رحنا بسرعه، وفي الفضاء اكيد هنلاقي توك توك هناك بقى فاهم يوصلنا لاي حته. وفي الطريق بتحكي عن اللي شافته وعرفته لما كانت خاطفه الشرطيه سي 20، ودخلت عقلها وعرفت ان الشرطيين اللي في التي في اي كانوا في يوم من الايام بشر عاديين، ولكنهم اتخطفوا واتمسح ذاكرتهم، واقنعوهم ان حراس الزمن خلقوهم مخصوص عشان يكونوا من التي في اي. استغفر الله العظيم، خلقوهم، استغفر الله العظيم. وبيتصدم لوكي عشان اتحكى له عكس كده تماما. المهم بيكونوا وصلوا بالفعل للصاروخ وبيحاولوا يحاولوا الصاروخ وبيضربوا كل الحراس هناك، ولكن قبل ما يركبوا بيجي نيزك صغنون كميل كده بيفشخ الصاروخ. انا والله اول مره اشوف حد نحس اكتر مني يا جدعان، ايه ده؟ فبتروح سيلفي بتقعد على جنب لانه فعلا مفيش امل بقى المره دي، خلاص كله رايح. وبنروح للتي في اي وبنشوف القاضيه واللي اسمها بالمناسبه يعني ايبونا، وبنشوف هي بتتكلم لما زمان قبضت على سيلفي وهي بنت صغنونه برغم انها ما عملتش اي حاجه، يعني كانت بنت صغننه ما فيهاش اي حاجه، وكانت هتتحكم لمجرد انها اتولدت في العالم بتاعها، انت متخيل؟ المهم يعني ولكنها بتهرب. وبيطلب موبيوس من القاضيه ايفونا ان هو يتواصل مع الشرطيه سي 20 اللي خطفتها سيلفي عشان يعرف منها اي معلومات ولا حاجه، ولكن القاضيه بتقول انها ماتت وما استحملتش اللي شافته من سيلفي. يا عيني يا سيلفي، كانت بتطفي السجاير تحت بطها ولا ايه؟ وبنرجع لوكي وسيلفي على الكوكب بيتدمر كده وهم مستنيين الموت، وبيروح لوكي يقعد جنب سيلفي وبداوا يتكلموا ويفضفضوا مع بعض شويه بالكلام، يلا كده كده ميتين. وبيبدا يحصل ما بينهم لحظه رومانسيه كده وبيمسكوا ايد بعض. يلا لا 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 لا. انت متخيل ان انت بت على نفسك نسخه انثويه من نفسك؟ ايه ليفل الايجو ابن الوحشه ده؟ هو يكون موبيوس والتي في اي متابعين الخطوط الزمنيه ومستنيين يحصل اي تفرع عشان يعرفوا مكانهم ولا حاجه، وفعلا بيحصل تفرع سبب ان حصل حب ما بين لوكي وسيلفي. ما طبيعي حصل حب ما بينك وبين نفسك والانثويه. المهم يعني بيوصلوا ليهم قبل ما يموتوا وبيتقبض عليهم. موبيوس بياخد لوكي اوضه التحقيق وبيكون متعصب وبيقرر ان هو يرميه في حلقه زمنيه عباره عن ذكرى من دماغ لوكي بتقعد تتكرر لحد لما يقرر موبيوس بقى ان هو يطلعه بمزاجه. وبيقول لوكي لموبيوس ان التي في اي بتضحك عليكم، ولكنه بيرميه برده في الحلقه الزمنيه. يلا خش يا ابن الوسط. وبيقعد يشوف ذكرى ان هو بيتضرب من صاحبه سول لان هو قصلها شعرها كمقلب كده، بس هو بيتضرب في مكان حساس يعني، وبتقعد تتعاد تاني فاهم. هو الواد ده يعني فقد فاهم فقد القدره على الخلفه خلاص. وبيكون راح عمك موبيوس لايفونا اللي هي القضيه يعني عشان يطلب منها يحقق مع سيلفي، ولكن ايفونا لسبب ما كده بترفض. ولكن بيرجع موبيوس وبيدخل الحلقه الزمنيه بتاعت لوكي وبيطلعه منها، وبيبدا لوكي يحكي له ان هم كلهم كانوا بشر ويمكن كمان كان عندهم عيله واولاد والحاجات دي كلها، ولكن التي في اي خطفتهم ومسحت ذاكرتهم واقنعوهم ان هم اتخلقوا من حراس الزمن. ولكن موبيوس مش بيسمع
بيصدقوا وبيقولوا ان هو قافل القضية اصلا وبيرجعوا للحلقة الزمنية تاني. وهنا بنروح بقى للشرطية B50 واللي بتكون حاسة ان في حاجة مش تمام من ساعة لما سيلفي دخلت جسمها، فبتروح للمكان اللي سيلفي محبوسة فيه وبتوديها مكان تاني كده عن طريق تمبد اللي معاها. وفي نفس الوقت بيكون موبيس مع القضية ايفونا وبيسألها ليه مرضيش ان انا حقق مع سيلفي، ولكنها بتقول ان هي مش عايزة تخاطر بانها تهربها تاني. ولما بتقوم ايفونا بتسبي يسرق موبيس التايم باد بتاعها، وعلى جنب التاني بتكون راحت B50 مع سيلفي وبتقول لها انها لما كانت في عقلها شافت ذكريات غريبة كده، فبترد سيلفي بالحقيقة وان هم ممسوح ذاكرتهم اصلا. وبتدخل سيلفي عقل B50 وبتوريها كل الذكريات بتاعتها وبتكون حزينة جدا ومصدومة ثقة كده لما عرفت الحقيقة. اه يا عيني يا بنتي. المهم بيكون نوبيس في الاسم وبيفتح التايم باد بتاع ايفونا واللي هو كان سرقه لسه منها، وبيشوف فيها انها حققت مع الشرطية C20 وانها قالت نفس الكلام اللي لوكي قاله هو في سيلفي ان هم مسوح ذاكرتهم والحاجات دي. ولما ايفونا لقيتها بتقول الكلام ده قامت جايه قافله التسجيل تاني. ايفونا الخنزيره تظهر على حقيقتها. وفي ساعتها بيروح عمك نوبيس لوكي وبيقول له ان هو صدقه وانه كان صح من الاول وان هو هيساعده وبياخده ويخرجه من الحلقه الزمنيه، ولكنهم بيلاقوا قدامهم ايفونا وبعض الشرطيين كده، وبتطلب ايفونا من الشرطه اللي معاها بان موبيس يتقتل. اي خنزيره مش ده كان صاحبك؟ وللاسف بيقتلوا موبيس في مشهد مؤثر ثقة، لان من بعد موتك يا ناتاشا ما حدش بيأثر فيا ولا حتى نتيجة الثانوية. وبياخدوا عمك لوكي في السكة وبياخدوا معاه عمتك سيلفي وبيطلعوا على حراس الوقت وبيقعدوا يقولوا كلام كبير كده وبتاع، فاهم انت؟ ولو اصلا حراس الوقت دول في واحد هناك شبه الاخطبوط على فكرة. المهم حراس الوقت العجيبين دول بيحكموا عليهم بان هم يتقتلوا، وقبل ما يتنفذ الحكم بتدخل عمتك B50 دخول رايق وسبب حرايق وبتفك الجهاز اللي بيمنع حركة لوكي وسيلفي ده اللي هم بيحكمهم وكده، وبتقوم جاية واخدة كده فاهم انت ايه شلوط في وشها او بوكس في بتاخد حاجة في وشها يعني هو بيغمن عليها فاهم انت الدخول الرايق بام باي باي يا ماما. المهم بيحصل ما بينهم ضرب كده لبعض وبتروح سيلفي لإيفونا وبتحصل ما بينهم مواجهة، وبتقوم سيلفي قطع راس واحد من حراس الزمن ولكن بيطلعوا هم مجرد روبوتات مزيفة بام 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 شعبو اه 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 بين بين دين دين. وبتسأل لوكي ان طالما كده يبقى مين بقى اللي عامل التي في؟ مين يا ولاد الوحشة؟ وبيقول لسيلفي ان هو عايز يقول لها حاجة، وقبل ما بيقول لها تضرب عمتك إيفونا بالسلاح بتاعها اللي بيمحي الناس ده وبتمحي لوكي تن 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 تا في مشهد مش مؤثر عشان كده كده لوكي خنزير يعني. وهنا بتتعصب عمتك سيلفي وبتضرب ايفونا وبتثبتها، ولوكي اللي بيكون فاكر نفسه مات بيفوق بيلاقي حواليه كده كذا نسخه تانية منه تن 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 تا. مش انا قلت لك يا ابني ما طبيعي لوكي مش هيموت مع مسلسل باسم لوكي اصلا، يبقى ازاي لوكي هيموت؟ والمكان اللي لوكي بيلاقي نفسه فيه وبيلاقي فيه نسخ تانية كده منه بيكون المكان بيترمى فيه اي حاجه بتنفيها التي في ايه، سواء اشخاص سفن ان شاء الله حتى اراضي كامله عن طريق القنابل بتاعتهم دي بيترمى في المكان ده. وبيحرس المكان ده وحش كبير كده اسمه اولايوس، وكل ده وكل دول بيبقوا نسخ تانية من لوكي، او حتى التمساح ده بيبقى نسخه برضو من لوكي تفهمش ده ايه. فانت دلوقتي عندك لوكي وعندك لوكي الاسمراني وعندك لوكي العجوز وعندك لوكي الطفل وعندك لوكي التمساح وعندك لوكي الخنزير بتاعنا. وفي نفس الوقت ده بتكون سيلفي بتحاول تفهم اي حاجه من ريفونا، ولما مش بتلاقي منها فايده بتاخد التمبات بتاعها وبتنفي نفسها المكان اللي موجود فيه لوكي. وبيكون لوكي مع اللوكيز التانيين وكل واحد بيحكي هو وصل هنا ازاي. هو بيحكي لوكي العجوز ان هو بعد لما زانوس قتله او المفروض يعني ان هو قتله هو كان ده برضه نسخه من لوكي زي ما بيعمل كل مره، وهو كان مستخبي في الحطام بتاع السفينه، وبعد لما بيخلص كل الحوارات دي بيروح وبيقعد على كوكب لوحده، ولكنه بيكبر في السن بقى وبيشعر بالوحده وبيبقى عايز يشوف ثور من تاني. وابو لما بيفكر ان هو يروح عشان يشوف ثور بيجي حراس الزمن وبيقوم جايين بس يا عم الحاج انت رايح فين يا معلم؟ تعالى 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 حبيبي بس خلاص. ولكن الطفل بيحكي ان هو يعني سبحان الله يعني قتل ثور، شايف انت قتل ثور بس كده، فقام جاي التي في ايه واخدها مبقلشاه، وطبعا مش عارفين طب التمساح ده عمل ايه؟ طب اكل قطه الجيران يعني ولا عمل ايه؟ ما علينا. وبيسيبهم لوكي بتاعنا وبيخرج، لكن بيلاقي في وشه نسخه ثانيه خنزيره كده منه، وبيلاقي نسخ كتير برضه فاهم انت بس اشكالهم مختلفه، انما ده بيبقى شبه لوكي بالظبط. وبتكون احدى النسخ اللي تقودهم دي شريره، فبيحصل ما بينهم خناقه، ولوكي التمساح بياكل ايد لوكي الشرير ده عسان يعني ان احنا لوكي بتاعنا مش شرير، ما علينا. وبياكل ايده في مشهد كوميدي سيكا كده لحد ما بياخد لوكي الكبير في السن ايه وبيخرجهم من الكان عن طريق القوه الخارقه بتاعته ان هو بيقدر يفتح بوابات وكده. وعلى الجنب التاني سيلفي بتكون هتتاكل من الوحش اولايس، ولكنها بتهرب وبتلاقي عربيه كده بيب 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 واسع، وبيكون السايق مين؟ عمك موبيس. وبتكون وصلت سيلفي وموبيس وبيبدا لوكي يعرفهم عن اللواكي التانيين. وبتقرر سيلفي انها تسحر الوحش اللي اسمه اولايس ده وبيهرب، وبتكون ايفونا بتحاول تطلع برضه باي معلومه من B50 ولكنها بترفض تقول اي حاجه. وعلى الجانب التاني بيكون لوكي وسيلفي بيتكلموا وبيفكروا هيعملوا ايه لما كل ده يخلص يعني، وبتحصل منهم لحظه رومانسيه تانية وبيروحوا بينفذوا خطتهم وبيقرر باقي نسخ لوكي
ملوكي ان هم مش هيساعدوه لان هم شايفين الموضوع خطير يعني فاهم، احنا عايزين والله احنا عيال صغير، هم اكشلي هو فيهم عيل صغير يعني مستني كبير في السن وهبه. ولكن نسخه لوكي الصغيره بتدي لوكي سيف كده فاهم يعني يمكن يساعده، وبيسيبهم موبيس عشان يروحوا ينتقم من التي في اي بقى فاهم هيخربها، وبيروحوا وينفذوا الخطه. بتقف سيلفي قدام الوحش اثناء ما لوكي بيشتت انتباهه، ولكن الوحش بينتجه ناحيه سيلفي وكان هياكلها، ولكن على اخر لحظه بيعمل نسخه لوكي الكبيره وهم على شكل مدينه اسجارد كلها عشان الوحش يتجه ناحيتها وينقذ سيلفي، ويقدروا ان هم يغفلوا الوحش ويتحكموا فيه. وكلنا بننبهر بقوه لوكي الكبير في السن في فاهم انت، الراجل بقى جامد عظمه فشخ زحلوق، ولكن للاسف الوحش بياكله يلا في داهيه. وبيكون لوكي الكبير ضحى بنفسه علشان ينقذ سيلفي ولوكي الزغنون بتاعنا ده، هم الزغنون يعني بس لوكي الخنزير بتاعنا. وفي نفس الوقت اللي لوكي وسيلفي مسكوا فيه ايد بعض كده ودمجوا قوتهم عشان يقدروا ان هم يسحروا الوحش، وبينجحوا وبيعدوا منه. واللي بيكون اساسا الوحش ده عباره عن ان هو بوابه للقلعه، وبيتجهوا ناحيه القلعه دي اللي احنا مش عارفين لحد الان هي ايه، وبيلاقوا انها قلعه في الفضاء ملفوف حواليها الخط الزمني كله او الخطوط الزمنيه كلها، وبيدخلوا جوه. بيلاقي في وشهم الساعة الكرتونية واللي كانت بتشرح لهم الوضع في التي في اي في الاول خالص، يعني اتخضيت صراحة طلعت زي الخازوق كده. وبتعرض عليهم ان هم ينسوا اي حاجة عايزينها مقابل انها تحقق لهم احلامهم، وهيخلوهم يحكموا اسجارد ويعزم الافنجرز وزانوس. وبتعرض على سيلفي ان هو يكون عندها ذكريات سعيدة وده فعلا اللي هي عايزاه، يعني بنت عيني ان هي طفلة وهي مفشوخة، ولكن سيلفي بتقول ان ده مجرد وهم وبيرفضوه هما الاثنين. وبيكملوا طريقهم في نفس الوقت اللي بتكون ايفونا بتحمل بيانات تساعدها على مواجهة لوكي وسيلفي، ولكن الساعة بتحمل لها معلومات تانية بتقول لها دي هتكون مفيدة اكتر ليكي، يلا خدي بصي ببلاش. وبيكون كمل عمك لوكي وسيلفي طريقهم جوه القلعة لحد لما بيوصلوا الباب وبيقابلوا شخص واللي اسمه كانج ذا كونكر او هي هو ريميند، يعني فاهم اللي هو اللي بيبقى هي هو ريميند او الباقي يعني فاهم، دي اسامي كتير. وبيدعوهم ان هو يتكلموا في المكتبة، وبيعرفوا ان الشخص ده بني ادم عادي اللي هو ايه ده بقى كل اللي ده كل الحبشتكنات دي كلها اللي كان عاملها بني ادم عادي. ولما بتحاول سيلفي بتقتله وبيقعد يتنقل من مكانه كده فاهم انت، عامل فيها خفاش. ولما بيوصلوا للمكتب بيكون لوكي وسيلفي مش فاهمين اي حاجه، وعلى الجنب التاني بيكون وصل موبيوس لايفونا وتقول له ايفونا انها مش هتسيبه واقف في طريق هدف، ممكن عمك موبيوس حرر بي 50 وبتعرف المدرسه، ولكن الحراس بيطردوها. بيتفاجئوا لما بتدخل بواحده بالظبط شبه القاضيه، وايفونا بتقول لهم انت بتعملوا ايه في المدرسه بتاعتي يا اولاد الوحشه. وبنرجع تاني لوكي وسيلفي، واللي بيكون كانج بيحكي لهم ان هو عارف كل حاجه حصلت وهتحصل، وكان عارف ان هم جايين وبتابع خطواتهم عشان يثبت لهم، بيطلع ملف فيه كل الكلام اللي هم هيقولوه، وعشان كده بيقدر يفلت منهم كل ما بيحاولوا يقتلوه، مثال ان هو برده معاه تيمباد وبيقدر ينقل نفسه، لكن هو هيعرف كل حاجه لكن لوقت معين، من بعده مش هيقدر يعرف اي حاجه ثانيه. ولكن بيكون موبيس بيحاول يقنع ايفونا بالحقيقه، ولكنها بتكون مقتنعه انها موجوده لسبب، ومن غير التي في اي الكون هيبقى كله فوضى. ولما بيحاول يستخدم السلاح وينفيها بتكون هي اقوى منه وبتهزمه، وبتفتح بوابه وبتمشي عشان تدور على صانع التي في اي. وبيكون عمك كانج بيكمل استفزاز سلوكي وسيلفي، وهو بيبدا بقى ايه يحكي ان هو كان عايش على الارض عادي وكان هو عالم اصلا وكان عايش في القرن ال31 ولحد لما قدر يكشف حوار البوابات الزمنيه ده وقدر يوصل لنسخ ثانيه منه، ولكن بعض النسخ اللي هو وصل لها دي كانت شريره وكانوا عايزين يحتلوا العالم ويحكموه بقى فاهم وكده، لحد لما حصل ما بينهم كلهم ما بين كل النسخ بتاع كانج دي حرب. ولكن عمك كانج لقى الوحش اللي هو ايلايس واللي احنا لسه شايفينه من شويه، واللي قدر ان هو يروده وقدر برده ان هو ينهي الحرب دي، وعمل شرطة الزمن وفضل قاعد في المكان ده يدير الموضوع، وان هو من غيره الكون هيكون في فوضى عارمة. هو فاهم نظام ديكتاتوري بس عايش من غير خطر ولا حرية، يعني انت لو بوظت النظام ده هتفشخ من كل نسخ كانج. وسيلفي مش بتصدقه لكن نوكي نوعا ما بيصدقه، وبيقول لها كانج ان هم قدامهم اختيارين، يا اما يقتلوه ويتمنى العالم فوضى، ده غير ان هم هيقابلوا نسخ تانية شريرة اكتر منه، هو يعني المفروض هو شايف نفسه مش شرير فاهم، هيلاقوا نسخ تانية شريرة تفشخهم او يديهم هم المكان وهم يديروا الموضوع. فبيسألوا لوكي وانت ليه سبنا لك كون دي روحنا، فبيقول له ان هو تعب وان هو كبير جدا برغم ان شكله لسه صغير فاهم انت اللي هو انا شكلي صغير بس قلبي كبير والله يا ابني من الحسن. وبنشوف هزه كده في المكان، وبيقول كانج ان هو كذب عليهم وان هو من دلوقتي ما يعرفش اي حاجه من اللي هتحصل. وبنشوف الخط الزمن بيبدا يعمل تفرعات كتير، وبيقدم لهم التايم باد بتاعته، وهو مش التايم باد قوي يعني انما هو اقوى كمان. وبتكون سيلفي عايز يقتله ولكن لوكي بيمنعها لان هو بيكون مصدقه يعني فاهم، على عكس عمتك سيلفي الخنزيره. وبيحصل بينهم معركة
معركه وبتنتهي بان هم يفضلوا يقعدوا يضربوا في بعض لان سيلفي تكون مصممه على رايها. يا بنت اسمعي يا وليه اسمعي يا وليه، وفاكره بقى ان عمك لوكي بيعمل كل ده عشان يحكم لوحده. قبل لما سيلفي بتموت لوكي بيوقفها بيقول لها ان هو مش عايز العرش وانما هو مش عايز غير انها تكون بخير. فبتقوم جايه بيساه في لحظه رومانسيه سيقه وبتاخد التايم باب بتاع كانج وبتفتح بوابه وبتحذف فيها لوكي وبتقتل عمك كانج على طول. فاهم انت من غير تفكير، انت عملتي ايه، انت عملتي يا وليه. والمهم يعني هو بيموت بيقول لها هشوفك قريب، هو قصده على النسخ بتاعته هتيجي تفشخها. فبتقعد سيلفي خايفه لحسن يكون لوكي كان على حق. بعد ايه بقى هو بنشوف الخط الزمني بدا يعمل تفرعات كتير جدا، فاهم، زيادة عن اللزوم. وفي نفس الوقت اللي بيكون لوكي اتحدف في اسم الشرطه وبيروح عمك لوكي الموبيوس وبيقول له ان هم عملوا خطا كبير، ولكن موبيوس بيكون مش عارفه اللي هو مين انت. وبيخرج لوكي ولكنه بيلاقي ان بدل التمثال بتاع حراس الزمن موجود تمثال لكانج، وده معناه ان هو اترمى في خط الزمن من التفرعات الكتير اللي اتفتحت. لا هو ما اترماش في خط الزمن من التفرعات الكتير اللي اتفتحت، هو اساسا التي في اي اصلا تمام بره الزمن، يعني بره حوار التفرعات الزمنيه. وده معناه ايه بقى؟ والله ما حد عارف. وبس كده توتا خلص الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير وتعمل فولو على انستغرام، وما تنساش تعمل فولو كريم وسام عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وما تنساش تعمل فولو احمد وسام عشان هو اللي كاتب السكريبت ده، ما تنساش تخش على جروب الميمز يا ميم امي على الفيسبوك. وبس كده، السلام عليكم.